وسهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا، هنتكلم عن العرايس الجداد، هنتكلم الزوج والزوجه الجداد خالص اللي لسه بنتعامل مع بعض، نشوف مامه الجوز ومامه الزوجه. احنا مش هنقول حما عشان انا حتى كلمه حما دي مش اتيكات خالص، مش مفروض ان انا اقولها كده، وفي نفس الوقت في ناس بيقولوا لها ماما، بس انا بشوف انا عندي مامتي ربنا يخليها لي، ما ينفعش ان انا يبقى عندي، طبعا حلو قوي يبقى عندي اتنين ام، بس انا بقول دايما مامتي ربنا يخليها لي هي مامتي، ومامه زوجي هي مامه زوجي. طبعا احنا بنحبها جدا زي ما بعامل مامتي بالظبط، انا بعاملها ما نعملش فرق ما بينها وما بين اي حد، لان بيبقى عندنا مشاكل جامده قوي في الموضوع ده في الاول خالص. ازاي اتعامل معاها؟ ازاي نتصرف مع بعض؟ ازاي ما يبقاش فيه غيره؟ ازاي بكل ذوق وكل ادب اخد كل حاجه وهي تديني عينيها؟ المهم كده نبقى عارفين ازاي نتعامل معاها. ازاي من الاول خالص، على فكره الناس بتخلي البنات انتي هتشوفي النهارده مرات هتشوفي النهارده مامه جوزك، خلي بالك اول ما تتجوزي انتي لازم تتصرفي كذا وكذا وكذا عشان هي ايه ما تحاولش تتحكم فيكي. كل الحاجات دي غلط تماما. احنا بنقول دايما عامليها طول ما انتي بتعمليها زي مامتك بالظبط وبطريقه كلها احترام، وبتشيلي عليكي وبتديها لها، هي هتعاملك حلو قوي، هي ما تقدرش تعاملك وحش طول ما انتي بتعامليها كويس. انا ممكن احرك الشخص بطريقه معاملتي، بطريقه الذوق اللي انا فيها، وده الاتيكات، هو ان انا اتعامل مع الناس من غير ما اضايقهم واعمل لهم كل حاجه وافكر فيهم قبل ما افكر في نفسي. فبالتالي احنا بنقول دايما لازم ناخد بالنا من الموضوع ده جدا ونشيلها فوق راسنا، ما نعملش اي مشاكل ولا عندنا مشكله جامده جدا. انا اشوف مثلا حماتي عملت ايه او مامه جوزي عملت ايه واروح اول ما هو يجي هو تعبان، اصل مامتك عملت وعملت 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 وشفت عملتني ازاي وشفت قدام الناس سلمت عليا ازاي وشفت كذا كذا كذا. على فكره لو انا شاطره ممكن اخليه هو ياخد باله هي إيه بتعاملني ازاي بطريقه عاديه جدا من غير ما احسسه انا اللي بقول دايما، فبالتالي هو اللي هياخد باله هي بتعاملني ازاي لو هي بتعاملني وحش. لو انا بعاملها كويس جدا وهي بتحاول تتعامل بطريقه مش لطيفه او حاجه بكل ذوق وكل ادب انا ممكن اخليه هو ياخد باله ازاي هي بتعاملني، لكن ما ينفعش ان انا دايما ادور انها هي اللي بتعمل مشاكل، هي اللي بتعمل كذا. فهقول حاجه دايما يا اوريدي مهمه جدا، لما بنتخانق الزوج والزوجه ما تدخلوش حد في خناقتكم، مهم جدا، ولا دخل مامتي ولا دخل مامته ولا بابا ولا بابايا، مهم جدا، ولا اصحابنا، لان المواضيع بتكبر وما بتتحلش اصلا، وبالتالي بنكتشف ان هما المواضيع بتكبر وده بيبقى طبعا رايح لابنه وده بيبقى رايح لبنته، فبالتالي مش المفروض. حلوا مشاكلكم مع بعض وحبي حماتك زي ما بتحبي مامتك، هتلاقي حياتك حلوه قوي. ميرسي خالص.